اما انا اقول لك اليوم ماكو محاربه الفساد، لا اكو محاربه الفساد. احنا في الانبار انا اقول لك يا بالانبار ما حد كان يقدر يحكيهم ذول اللي موجودين بالمدراء العامين. ليش ما حد يقدر يحكيهم؟ ما حد يقدر يحكيهم، محميين، محميين جهاتهم السياسيه اللي تابعه لهم. اليوم انا يعني القس نزانيه مو سهلين، عندهم عندهم نواب بالبرلمان، عندهم اعضاء مجلس محافظه، جدتهم نواب حتى لو عندهم اثنين، عندهم واحد اثنين واحد ما يخالف تقدم كم نائب، يعني هو ياثر بالانبار والكزازانيه. هو هم شوف بس اخذوا المدير طلع مظاهرات، طلع مظاهرات زين، طلع مظاهرات. انا ما ابرر لك احد في هذا الموضوع، لكن اقول لك انه هو طلع مظاهرات داعمه للاجراءات. لا لا يا داعمه للاجراءات، هم ما ذاك حكي، هو يريد يغطون على الموضوع كانه هو الموضوع انه هذا المدير من عندهم. زين، حكومه السيد السودان تشوفها راح تكون امام تحدي الاحتجاج؟ صعب جدا، لان عندك ازمه دولار وازمه كهرباء، اليوم أزمة عندك تيار صدري ينتظر، ازمه كهرباء، ازمه مياه، ازمه خدمات، ازمه عدم ثقه، هاي تراكمات حكومات سابقه. السوداني من البدايه واوجه لي امرت له، قلت له الحكومه تركها امامك تركها ثقيله، اما انت تستطيع ان تمضي خلال هذه الست اشهر او لا. اذا ما قدرت، واني ما اعترض على كلام الدكتور في موضوع المستشارين، بالعكس انا ايد اكو مستشارين، خلوهم بمستشاريه رئاسه الوزراء، هم مو اهل لهذا، واصلا هم فاسدين. هذا ما اقول لك لا، انا ما اقول لك لا، اي عندهم فساد، عندهم على مستوى الوزراء يعالج الفساد، وظيفه الحكومه.